وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى طائي. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله أخي الكريم. ما هي خلفيات محاولة البعض استغلال اسم الشيخ حارث الضاري في الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، يعني حقيقة الكل يعلم موقف الشيخ الضاري رحمه الله، يعني هو ليس طبعا موقفا شخصيا، وإنما هو موقف يمثل هيئة علماء المسلمين، وكان هو أمينها العام لهيئة علماء المسلمين. وموقف هيئة علماء المسلمين من الاحتلال والعملية السياسية تابع عن قراءة استراتيجية واضحة لطبيعة الصراع في المنطقة، ولم يكن موقفها عاطفيا أو موقفا مبني على ردة فعل. والسنوات التي تلت الاحتلال إلى الآن بينت صدق وحقيقة هذا الموقف الذي اتخذته هيئة علماء المسلمين والمتمثلة أيضا بشخصية أمينها العام رحمه الله الدكتور حارث الضاري. فبالتالي يعني العملية السياسية نحن لا ننظر لها بأنها هي منفصلة عن مشروع الاحتلال الذي جاء للعراق، بل هي عملية متكاملة. مشروع الاحتلال فيه عدة صفحات، صفحة عسكرية وصفحة سياسية. الصفحة العسكرية انتهت، وسبب إنهائها طبعا هي قوة المقاومة العراقية التي بأبطالها برجالها أفشلت المشروع من هذه الناحية. لكن بدأت الصفحة الثانية من مشروع الاحتلال، وهي الصفحة السياسية التي تتمثل بإنشاء عملية سياسية مبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية من أجل تفتيت النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي. وبالتأكيد مثل شخصية وطنية كفضيلة الشيخ رحمة الله عليه، وموقف وطني عالي وكبير، موقف جهادي، وهذه العائلة هي مشهورة بهذه المواقف. يعني هو سلي العائلة ذات بعد كبير في مقارعة الاحتلال وفي مواقف وطنية يعني أثبتت على مدار القرن، سواء منذ ثورة العشرين إلى الآن، موقف ثابت مع العراق والاصطفاف مع الشعب العراقي ومع الهوية الوطنية للعراق ضد كل المحاولات الأجنبية لإفراغ العراق من هويته العربية والإسلامية. طيب الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في حديثه دعا إلى عدم تقويل الشيخ حارث الضاري ما لم يقل. بتقديركم، من أراد فعلا أن يسير على نهج الشيخ حارث الضاري كيف يجب أن يكون اليوم؟ أخي الكريم، منهج الشيخ حارث الضاري رحمه الله هو أصل منهجا لكل يعني من يريد الخير للعراق، وهو المنهج المبني على رفض المحاصصة الطائفية، على رفض هذه العملية السياسية التي لم تنجب للعراق إلا الشر. العراق منذ عام 2003 إلى الآن يتدنى على كل المستويات، اللحمة الاجتماعية تتمزق، النسيج الاجتماعي بدأ يعني يتآكل شيئا فشيئا. فبالتالي منهج الشيخ رحمه الله مبني على ثوابت شرعية، مبني على ثوابت يعني لا يمكن أن تتزحزح. وهذه الثوابت بعد مرور هذه السنوات أثبتت كل الوقائع صدق ما ذهب إليه الشيخ وهيئة علماء المسلمين منذ البداية. كانت قراءتهم للأحداث قراءة استراتيجية واضحة وذات عمق كبير، بدليل أن من كان ينتقد الشيخ رحمه الله وينتقد هيئة علماء المسلمين في عام 2003 وتلك الأعوام، الآن عاد إلى الموقف الذي تبنته هيئة علماء المسلمين وتبناه فضيلة الشيخ حارث الضاري منذ عام 2003 إلى الآن، وهي الثبات والصمود ورفض العملية السياسية ورفض كل مخرجاتها ورفض كل ما جاء به من الاحتلال. نحن ننظر إلى العملية السياسية جزء مكمل لمشروع الاحتلال في العراق لتكريس وجوده ولتكريس تمزيق النسيج العراقي. الدكتور مثنى الضاري في كلمته أوضح أن إسكات صوت مقاومة المحتل في العراق والمنطقة هي أبرز الاستراتيجيات والوسائل لتثبيت العشرية الحالية بالنسبة للقوى الدولية المتنفذة. برأيكم كيف يمكن الوقوف بوجه هذه القوى وبهذه الناحية بالتحديد؟ بالتأكيد، يعني فضيلة الشيخ يعني من خلال المحاضرة أعطى سمات كثيرة وأعطى ملاحظات كثيرة، وفي ذات الوقت أعطى استراتيجية المرحلة المقبلة كيف ستكون وكيف طبيعة الصراع وطبيعة الصراعات والتكوينات وكيف ستتشكل حالة جديدة في العشرية القادمة. نعم، هو أعطى صفة بأن من صفات أو من مميزات العشرية هذه إسكات صوت المقاوم، وبالتالي هو عملية السير في قطار تسوية للمنطقة، أو يعني
عملية حلحلة للوضع الراهن، فبالتالي عملية إسكات الأصوات المقاومة في كل مكان. وأعطى ملاحظة مهمة جدا بأن كل ما يجري من صراعات، العراق هو جزء يعني من هذه الصراعات وضحية في ذات الوقت. فعملية الآن مشروع الشرق الأوسط الكبير، عملية يعني الهرولة إلى عملية صلح مع إسرائيل وغيرها وغيرها، كل هذه من مميزات هذه العشرية التي ذكرها فضيلة الشيخ. من اسطنبول كنا معنا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي، شكرا جزيلا لك.